ناس بعض من الناس فيها ضغط الله يشافيها زين وما عندك جهاز الضغط كيف تعرف ان ضغطك مرتفع او نازل ما عندك الجهاز براويك حركه وجربها تعال اسمع تشوف لك جدار تجيب ايدك هذه ولين هني هاي ترصها رص على الجدار ترصها رص لازم رص عرفت لاني انا مره مص حاطه هذا ابره لكن انت ترصها من هني الين هني ترصها لمده دقيقه شوف معي شو بيصير زين قل لي تضغط كامل اليد بسلطان لين هني كامل تضغط على اليدين لمدة دقيقة يلا انت اضغط بنشوف ضغطك وبنشوف ضغط بمشدد ايد اليسار ها ايد اليسار مش اليمين شوف الحين لمدة دقيقة اوكي بعدين يعني برجع لكم انا قبل ما يستوي دقيقة برجع لكم اشوف الشباب هذا ابو مشبب وهذا ابو سارة يلا خلونا نشوف الحين كم 32 ثانية 33 بعدهم الشباب خلونا نشوف نحن قبل الدقيقة برجع لكم يلا الحين 57 58 59 دقيقة فطل شوف الإيد روحها ترتفعان هذا ضغطه شوي مرتفع سبحان الله هذا أبو سارة ضغطه الطبيعي 100% الإيد من الله مرتفعة مو بهو مش أنت مش أنا بروحها هاي تتحرك شوف هاي تتحرك هاي ثابتة يا سبحان الله هذا معناته ضغطك مرتفع يبالك دواء 5 ملي انت تحس فيك ضغط ولا ما فيك لا ما فيني خلونا نشوف يلا سوي دقيقه 1 2 3 يلا هيلا هوب رص ها رص من هني الرصه تكون يا سيدي الين هني رص رص بس رصه ريايل ايه يلا شوف هذا يخدمك اذا ما عندك جهاز جهاز الضغط ما عندك هذا يخدمك الحين بشوف ربيعنا شو ضغطه هو يقول الحمد لله انا ما في ضغط الحين ببين ايدي اذا كانت سيده ضغطك تمام ايدك شيء مرتفع ضغطك ايدك نازل يعني الضغط نازل اتوقع دكاتره صرنا بلا شهاده يلا وصلت الحين كم لحظه 53 لحظه بقول لك متى 56 58 59 دقيقه يلا لف بطل ايدك والله روحه والله عادي والله العظيم هذا ضغطك انت 100% عادي والله اديله يبالي عزيم على الضغط سيده حاضرين ما ودك تنزلها ها خله ما مرتاح معلومه ترى احنا ما يبينها من سوق الاعشاب لا من دكتور دكتور قالنا هالمعلومه واحنا خدمناكم فيها يعني قلنا لكم فيها يعني ان شاء الله الله يشافيكم ان شاء الله ما فيكم الا العافيه